السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. تكلمنا في الفيديو السابق عن الديانة الفيدية كدين، واليوم سوف نتكلم عن الديانة البرهمية أيضا كدين. مع الأسف الكثير يخلط بين البرهمية والهندوسية والفيدية ويظن أنها واحدة، وهناك من يخلط بين البرهمية كطبقة من طبقات الديانة الهندوسية التي تقسم المجتمع إلى 4 طبقات، كما أن الكثير يخلط بين البراهما كرب أول أصل الوجود والنفس الكلية، والبراهما كأستاذ ومعلم أو مخلص فوق هذه الأرض يساعد الآخرين على معرفة الحقيقة. وهذا الخلط نتيجة عدم فهم الديانات الهندية والمعتقدات الهندية القديمة وعدم وجود معلومات كافية لتفسير ذلك. وهذا الخطأ وقع مع الأسف في كثير من الدراسات التي قام بها الباحثين في الديانات الهندية. لكي نفهم ذلك يجب أن نعلم أن البرهمية يطلق عليها الديانة الهندوسية السابقة أو الهندوسية القديمة، ويسبق البرهمية في التاريخ الفيدية التي تعتبر المقدمة للبرهمية. هذا التسلسل الزمني لهذه الديانات الثلاثة، وهي الفيدية ثم البرهمية ثم الهندوسية، هو مثل التسلسل الموجود في الديانات التي يطلق عليها الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام. ويمكن أن نقول إن هذه الديانات التي يطلق عليها السماوية والتي ظهرت في الشرق الأوسط هي نسخة معدلة للديانة الفيدية والبرهمية والهندوسية. إذن لا يجب الخلط بين هذه الأمور، ويجب فهم التسلسل وطريقة التطور لهذه المعتقدات الهندية، نقول هندية لأنها ظهرت في الهند كما علمنا في الفيديو السابق إنها قادمة من منطقة وادي السند. المعتقدات الفيدية عندما انتقلت من وادي السند إلى هضبة نهر الغنج في الهند على يد عارفين بالمعتقدات الفيدية شفاهيا، أوجدت ما نطلق عليهم المعلمين العارفين العرفانيين الربوبيين المخلصين الذي هما البراهما. هؤلاء هم الذي حسب المعتقدات القديمة يعرفون الحقيقة. وما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي معرفة النفس الكلية أو الرب الأول الذي ظهر من العدم أو الفوضى من بيضة على حسب بعض الروايات، أو على حسب بعض الروايات الأخرى من زهرة لوتوس أو من فقاعة على حسب المعتقدات الغنوصية. هؤلاء نطلق عليهم البراهما لأنهم يعرفون حقيقة براهما الرب الكلي. انتشر البراهما هؤلاء في الهند يعلمون الناس الحقيقة، كل واحدا على طريقته وعلى حسب المجموعة التي تتبع. حسب المعتقدات الفيدية الأولى ليس هناك مساواة في المعرفة بالنسبة لعامة الناس، رغم أن حسب عقيدتهم كل براهما أو عارف يعرفون الحقيقة ومتساوون في المعرفة، لأنهم وصلوا للذوبان في الرب الكلي البراهما الرب، فهم يختلفون في الظاهر على اختلاف أتباعهم وزمانهم ومنطقتهم. وهنا يقولون مثلا في الكون رغم إن الحقيقة أو لب الأشياء هو واحد لكل موجود في الكون، ولكن تأخذ أشكال ومظاهر مختلفة في المادة على حسب قبول المادة الحقيقة الكلية للرب الكلي أو الذات الكلية التي
هي البراهما، وعلى حسب شفافية المادة. بالنسبة لهم لب الحجرة هو لب النبات، ولب النبات هو لب الحيوان، وكل شيء في الكون يحمل نفس اللب، ولكن في الظاهر هناك اختلاف بسبب شفافية المادة في إظهار حقيقة اللب، وهذا ينطبق كليا على الإنسان. بالنسبة لهم رغم أن الإنسان هو أرقى موجود في تبلور اللب داخله، إلا أن هناك اختلاف بين البشر وبين إنسان وإنسان، يختلفون على حسب درجة وعيهم ومعرفتهم لظهور الذات الأولى في داخلهم. ومن واجب المعلم الذي هو البراهما المعلم أو العارف أن يتواضع وينزل في مستوى مريديه لكي يساعدهم على معرفة الحقيقة. هم يقولون أن البراهما أو المعلم هو في الحقيقة أكثر واحد تبلورت فيه النفس الكلية وظهرت في داخله النفس الكلية. واحنا نعرف كما قلنا في الفيديو السابق أن هذه النفس الكلية ضحت بذاتها وقسمت نفسها وقدمت نفسها قربان لكي يظهر الكون والعالم، فهي بالنسبة لهم قامت بعملية تقطيع نفسها أو توزيع نفسها لكي يظهر هذا العالم على هذا الشكل. ونفس الشيء بالنسبة للعارف أو المعلم أن يقوم بالتضحية من أجل خلاص الآخرين. إذن انتشر هؤلاء الآريين الغزاة القادمين من واد السند في منطقة واد الغنج في الهند مع العارفين شفاهيا بالحقيقة أو ما يطلق عليها البراهما الكلي في مجتمع متنوع المستويات الفكرية والعقلية. جعل هؤلاء البراهما أو العارفين مختلفين في الظاهر رغم أنهم متساوون في معرفة الحقيقة وذوبانهم في النفس الكلية لبراهما الرب، أو تجلي براهما الرب الأول فيهم، لأن براهما الأب أو الأصل ضحى بنفسه من أجل الظهور من جديد في المادة، وظهوره كان في الإنسان وبالتحديد في البراهما المعلم أو براهما الذي يهدي الناس للحقيقة، وهي نفس الفكرة متاع الدورة أو الرجعة الربانية في المادة، وتجلي الفكرة أو النفس في المادة بعد أن كانت مجردة عن المادة. وانطلق هؤلاء العارفين أو البراهما ولمدة قرابة أكثر من 1000 سنة في نشر دعوتهم وفي كتابة الكتب الفيدية والأوبانشيدا وغيرها من كتب المعرفة التي كانوا يعرفونها شفاهيا. ومن هنا ظهرت عدة أنواع من مجموعات البراهما، كل واحد منهم أو كل مجموعة عندها أسلوب خاص في تعليم الناس ومساعدتهم لمعرفة الحقيقة على حسب مستواهم. وعلى يد هؤلاء البراهما الأوائل ظهرت الديانة الفيدية، وعن طريقهم تمت كتابة الكتب الذي ذكرناهم. وطبعا لأن الحقيقة هي مجردة ولا يمكن أن يفهمها الإنسان العادي، لهذا البراهما الأوائل الذي كونوا الفيدية أعطوا أمثلة وألفوا قصص لكي تقرب الحقيقة المجردة للواقع المادي وللعقل الإنساني. فهناك تم ما يسمى تأليف قصص طويلة جدا، يعني مثلا الآن المخرجين أو المؤلفين للسيناريوهات، يعني لكي يقربون الفكرة للعامة. ومن هنا ظهرت الديانة الفيدية على أساس إنها تشبيه للحقيقة لعامة الناس. ليس كل إنسان يفهم ما هي موجودة في الكتب، لأن الظاهر هو ظاهر مادي ولا يمكن أن يعبر على الحقيقة
كما هي بعينها مجردة، إلا عندما توصل إلى درجة من الوعي أنك تتخلى عن الأمثلة المضروبة وتنظر للحقيقة كما هي، وهذه النظرة يكون بالإحساس متاعك وبالوعي متاعك، بدون كلمات وبدون أمثلة وبدون إشارات مادية. ولكن بعد انتشار الديانة الفيدية في منطقة الهند، تمرد بعض البراهما عن هذه الفكرة، واعتبروا هذا انحراف على الفكر الفيدي الأصلي، الذين يقولون إن المعرفة تتطور مع تطور الوعي عند الإنسان. هنا فكرة مهمة في الفيدية الأولى أو في الغنوصية، تقول إن الحقيقة ليس واحدة، وإن الحقيقة تختلف من إنسان إلى إنسان على حسب درجة وعيه، وإن الحقيقة تختلف من زمان إلى زمان، وإن الحقيقة تختلف من منطقة إلى منطقة. مثلا أضرب لكم مثل، أنا مثلا عندي فكرة أو إحساس لحقيقة مجردة عن المادة، عندما أذهب إلى منطقة معينة، هذه المنطقة يجب أن أعطي لهم أمثال على حسب الوضع متاعهم. مثلا في منطقة الهند هناك الفيل، فأضرب لهم مثل بالفيل. عندما أذهب إلى منطقة أخرى فيها الجمل، أضرب لهم المثل بالجمل. وعندما أذهب إلى منطقة فيها الكونغورو، أضرب لهم المثل بالكونغورو. هكذا هو الاختلاف. فالحقيقة الكونغورو والفيل والجمل ما هم إلا أمثلة لمعرفة الحقيقة المجردة البعيدة كل البعد عن المادة. إذن بعد ظهور الديانة الفيدية، كما قلت لكم، انفصل بعض البراهما وأرادوا أن يأخذوا الحرية في ضرب الأمثلة والتأليف للحقيقة المجردة خارج الإطار اللي وضعته الفيدية في الكتب متاعها الأولى، التي تم كتابتها على حسب قانون معين وأمثلة معينة وطريقة معينة لكي عامة الناس يفهمونها، وللرهبان أو العارفين يفهمونها على حسب الحقيقة التي في داخلهم. وانطلاق هؤلاء البراهما، معناتها النقطة المهمة في البراهما اللي انفصلوا عن الفيدية، إنهم أعطوا نفسهم الحرية المطلقة في ضرب الأمثال، وإنهم خرجوا بالفكر الفيدي من منطقة معناتها الهند إلى بقية العالم. يعني البراهما انتقلوا إلى الشرق الأوسط وإلى أقصى آسيا، وذهبوا إلى مناطق أخرى وضربوا أمثلة أخرى للحقيقة، وهذا ما سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة، كيف ظهرت ما يسمى بالديانات السماوية. ولكن نفس هؤلاء البراهما اللي هم الآن موجودين يعني في الهند، والذي معناتها بعضهم يعتبرونهم ضمن الطبقات الهندوسية، حيث احنا نعلم ان الهندوسية تقسم المجتمع الى اربع طبقات، وهم البراهما اللي هي اعلى مرتبة، والذين هم يعتبرون يعرفون الحقيقة او طبقة الكهان، مع الطبقات الثلاثة الاخرى وهي المحاربون والعمال او التجار والخدام او العاملين والحرفيين. وطبعا الطبقة الاخيرة التي ليس هي بطبقة وهي المنبوذين. إذن البراهما الآن حتى الآن في الهند هم يخلقون مذاهب. حتى الآن البراهما يعني يأتي واحد برهما، يأتي واحد كاهن ويخلق دين له خاصة. لهذا نلقى آلاف من الأديان، بل عشرات من الآلاف من الأديان في الهند. ولكن هذه الحالة لم تساعد الكثيرين، وخلقوا ما يسمى بالفكر الهندوسي الذي يوحد جميع البراهما. يعني يمكن أن نعتبر أن الهندوسية هو معناتها نظام اجتماعي لكل سكان الهند، بينما البراهما خرجوا من الهند وانطلقوا في مناطق أخرى من العالم وجاءوا بأديان أخرى، وسوف نعرف كيف ظهرت الأديان الأخرى. حتى بوذا
الذي هو يعتبر معناتها مكون لدين جديد، هو في الحقيقة أحد البراهما الذي تمرد على التفسير والأمثلة المضروبة وخلق له دين لوحده، وهكذا زردشت وهكذا غيره من الذين خلقوا أديان جديدة. المشكلة هنا أن الهندوسية أصبحت الديانة الرسمية للهند، بينما البراهما انطلقوا في بقية العالم. النجم نقولوا اللي الدين البراهمي هو دين يكون الكهان لخلق الأديان، فهو أكثر تركيز على خلق ما يسمى بالأنبياء أو بالرسل، بينما الديانة الهندوكية هي دين لعامة الناس. أما الفيدية فهي ديانة صحيح هي لعامة الناس، ولكن لنوع خاص من الناس الذين يرون فيها أنها أقرب للحقيقة من غيرها. فلهذا الديانة الهندوسية التي الآن منتشرة في الهند، الذي معناتها جددها وأثبت ووضع قواعدها مانو، لو تقرأوا على مانو هو اللي معناتها وضع التفسير والقواعد للديانة الهندوسية، وهو بحد ذاته يعني براهما يعني كاهن. وهكذا بقت الديانة البرهمية هي مدرسة لتكوين الرسل والأنبياء أو الكهان أو العارفين للحقيقة، فهي أكثر تخصص لعلماء الدين وتكوين الأديان. إذن الديانة البرهمية هي ديانة خاصة بالعارفين الحقيقة، وتعطي لهم الحرية في ضرب الأمثلة الذي يريدونها وخلق الأديان والانطلاق في كل أماكن العالم وكل الأزمنة وفي كل طبقات المجتمع. عندهم الحرية الكلية، يمكن لهم أن يتقمصوا أي دين وأن يتغلغلوا في أي مجتمع مهما كان، وأن يخلقون الأساطير والأفكار كما يريدون بكل حرية. ويمكن لهم أن يخرجون خارج الهند نحو آسيا أو إفريقيا أو أي منطقة أخرى. البرهمي عندما يصل إلى مرتبة البرهمية يمكن أن يكون هندوسي أو فيدي، يمكن أن يقول إنه برهمي، يمكن أن يكون مسيحي، ويمكن أن يكون يهودي، ويمكن أن يكون مسلم، ويمكن أن يكون طاوي، وأي معتقد مهما كان. إذن هوني هي النقطة المهمة متاع الديانة البرهمية، هي خلق الأديان لتقريب الحقيقة لطبقات الناس، كل واحد على حسب المعرفة متاعه. والحقيقة ظهور البراهما هو الذي أدى إلى ظهور كل الأديان الموجودة اليوم في العالم، لأن البراهما أو الإنسان العارف هو فعل مثل النفس الكلية وتجسدت فيه النفس الكلية كليا، فهو تأمل وفكر وبالتفكير أوجد البيضة وخرج من البيضة الذي أوجدها بتفكيره، فهو الخالق والمخلوق. والإنسان العارف البرهمي هو إنسان عرف هذه الحقيقة، والمعرفة ليس بالكلام وإنما بالعيش. احنا نعرف ان برهم الاله او الرب تأمل وفكر طويلا، فنشأ عن تفكيره فكرة مخصبة تطورت الى بيضة او الى زهرة او الى اي مثل كان، او الى فيل او الى جمل او الى ما تريد، ومن تلك البيضة ولد ابراهما الخالق لكل شيء. فهو خالق ومخلوق كما قلت لكم في نفس الوقت، إلى أن ظهر الإنسان، فظهر هذا الشيء أو هذا النفس في الإنسان البراهمي المعلم. يعني هنا هذه الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الفكر البراهمي. البراهما له الحق في كل شيء كما قلت لكم، يمكن أن يكذب، يمكن أن يقتل، يمكن أن يبدل، يمكن أن يخترع أفكار ويخترع أنبياء قبله،
يعني له كل الحرية، لأن ما يقوم به عن وعي وعن علم، وعنده هدف أساسي هي معرفة الحق الرب الأول. لأن هذه المعتقدات لا تؤمن بالخير والشر كما قلت معناتها سابقا، لأنه مدام وصل هذا البراهمي إلى المعرفة أو هذا المعلم إلى المعرفة الحقيقية فهو يعرف الخير وإن كان ظاهره شر، ويعرف الشر وإن كان ظاهره خير، وإنه يمكن أن يظهر بمظهر الشرير وهو يريد الخير، كما يمكن أن يظهر بمظهر الخير وهو يريد الشر. هذا ما يسمى فكر التقمص والتبدل والاندماج، لأنه هو في الحقيقة عندما وصل إلى معرفة الحقيقة له معرفة كبيرة جدا يمكن له أن يتصرف كما يريد. وهذا نلاحظه في القرآن في قصة الخضر وموسى. الخضر رغم أن هذا النبي لم يذكر اسمه بصراحة في القرآن، ولكن ماذا قال عنه القرآن؟ تقول الآية: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، أي العارف بالحقيقة. إذن هو هذا الخضر هو إبراهيم العارف الفاهم، ولهذا القرآن يسميها العالم العارف. حتى موسى الذي معناته أراد أن يتعلم منه لم يستطيع أن يصاحبه، لأنه قال له قبل أن يصاحبه: لن تستطيع معي صبرا. وتصرف تصرفات حكم عليها موسى على أنها عمل شر، ولكن في الحقيقة هي عمل خير. هذه النقطة المهمة جدا. يعني البراهما ينجم يجي في منطقة معينة ويخترق أسطورة كاملة كما وقع في عهد السومريين، ولتون عاود نتكلم عليهم كيفاش أن البراهما انتقلوا إلى منطقة الشرق الأوسط وأظهروا الديانات الموجودة في الشرق الأوسط، ومنها طبعا الديانة السومرية والديانات من بعد الزردشتية التي أدت إلى ظهور اليهودية التي هي وريثة الديانات الأخرى، وطبعا اعتمدت على الأساطير التي هي موجودة أصلا في الفيدا والتي تبدلت على حسب المنطقة وخلقت تلك الأفكار. كل الأفكار مثلا عندما يقول لك الله جالس على العرش تلقاها في الفكر الفيدي الأصلي إن الله جالس على ما يسمى زهرة اللوتوس، أو عندما يقول لك مثلا طوفان نوح هي نفس الفكرة متاع البيضة الذي طفت على الفوضى أو على العدم وظهر منها الإله. كل هذه الأمور تدل على أن الديانات الموجودة في الشرق الأوسط المنبع متاعها هي الديانات الفيدية. هذه الحرية التي أعطت للبراهما في التخيل والتصور والتبسيط للعامة هي اللي خلقت الأديان والمذاهب إلى يومنا هذا. واحنا نشوفه حتى توا أحد البراهما اللي اسمه أوشو، واللي معنتها معروف جدا وعنتها وترجمت الأعمال متاعه كل شيء، هو أحد البراهما له الحق أن يتمرد أو أن يخلق له دين أو فكر معين ويأخذ الحرية. إذن البراهما هي تقريبا تقترب جدا من الغنوصيين. الغنوصيين لا يريدون أن يتشبثون بدين معين أو مذهب معين. الغنوصي تلقاه في كل الأديان، والبرهمي أو العارف للحقيقة نفس الشيء تجده في كل الأديان، رغم أن الديانة البرهمية اللي موجودة في الهند والتي تعتبر يعني طبقة من طبقات الهندوسية، يعني تعطي الحرية للتلاميذ متاعها اللي تم تكوينهم واللي وصلوا لمرتبة البرهمية أو المعرفة، إما أن يبقون ضمن الطبقة البرهمية الهندوسية يمكن لهم أن يخرجون ويأتون بفكر جديد لطبقة معينة أو لأشخاص معينين في مجال معين، سواء كانت حتى في الموسيقى أو في الجنس أو في أي مجال آخر أو حتى في الأفلام. يعني كل الأفلام والموسيقى والإبداع الفني ينطلق من هذه الفكرة. كمال براهمي يمكن له أن يندمج داخل المسلمين ويصبح
معناتها ينشر الأفكار البرهمية عن طريق الصوفية أو في المسيحية أو في اليهودية أو غيرها من الأديان. إذن هذه الرخصة الذي أعطت للبراهما هي التي أوجدت الأديان وسمحت لهم بأن يؤلفون ويبدلون وينقلون القصص على حسب المنطقة اللي يدعو فيها، لأن الهدف الأساسي لهؤلاء البراهما أن الإنسان يؤمن ببراهما الأب، سواء كان عن طريق المسيحية أو عن طريق الإسلام أو عن طريق اليهودية أو عن طريق الطاوية أو الهندوسية أو مهما كان. وهذا نجده واضحا مثلا في الفكر الماسوني. الماسوني لا تهتم بالأديان، ولكن تطلب منك شيء واحد، أن تؤمن بالرب. يمكن أن تكون ماسوني مسيحي أو مسلم أو يهودي أو حتى هندوسي، ولكن المهم أنك تؤمن بالأصل الأول الذي هو الرب الأول اللي احنا الكل موجودين فيه، والذي هو ضحى بنفسه لكي نظهر نحن الموجودين. يعني هذه هي الفكرة الأساسية اللي تقوم عليها الفكر البراهمي. فهي كما قلت لكم البراهما رغم اللي هي معناتها طبقة من طبقات الهندوسية، ولكن في نفس الوقت هي دين لخلق المذاهب وخلق الأديان وتأليف القصص التشبيهية للحقيقة المجردة، لأنهم هم يؤمنون بشيء. مثلا الإنسان عندما يحب إنسان آخر لا يستطيع أن يترجم الحب، يعني إنسان لم يعرف الحب لا يمكن أن يتكلم عن الحب، ولكن الإنسان مع تطوره ومع تطور اللغة وتطور الكتابة استطاع أن يرمز لهذا الإحساس الموجود في الداخل. أخذ مثل هنا هو إحساس الحب. الإحساس متاع الحب يحس به كل إنسان، ولكن كل واحد يترجمه بطريقة معينة، سواء لغويا أو رسميا أو فعليا. مثلا إحساس الحب بالعربية نقول عليه حب، بالفرنسية نقول عليه أمور، بالهولندية نقول عليه هاوفان، بلغة أخرى مثلا كما الفارسية نقول عليه عشق. إذن هوني هذه الكلمة اختلفت من لغة إلى لغة، ولكن إحساس الحب هو نفسه عند الفارسي أو عند الهولندي أو عند الفرنسي أو عند العربي نفس الشيء. كما أن هناك رمز يرمز للحب، مثلا القلب. القلب هو مثلا يرمز إلى الحب عند الجميع. هذا هو نفس الشيء بالنسبة للمعتقدات الفيدية أو المعتقدات البرهمية. يقول لك لك الحق، لك الحق عندما تعرف الحقيقة الأولى أو البرهم الأول الأساسي الذي ظهر في الفوضى أو في العدم وجاء لكي ينظم العالم وضحى بنفسه وخلق هذا العالم. وهذا الخلق هو في الحقيقة هو نفسه، يعني احنا عبارة على ميكروبات موجودين في الجسم الكبير هذا الذي هو العالم، والذي اللب متاعه والقاعدة متاعه هو برهم الأول الفكرة المخصبة التي أظهرت كل هذا العالم على أساس إنها تظهر من خلاله على شكل مادة، على شكل نبات، على شكل حيوان، على شكل إنسان. وهنا يأتي الإنسان ويظهر هذا البراهما من خلال الإنسان ومن بعض البشر الذي وصلوا إلى لمس هذا اللب الأصلي، والذي وصلوا إلى درجة ما يسمى بالعارف أو الفاهم. هذه هي الفكرة الأساسية للديانة البراهمية. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو عن الدين البراهمي التي هي مدرسة للعقيدة والتي أوجدت كل الأديان الموجودة في العالم. يقوم الدين البراهمي على فكرة الوعي بالإحساس والتفريق بين الإحساس الجيد والأقل جودة، أو الإحساس الشرير
والأقل شر، وطواف الإحساس الأفضل على السطح، ودفن وقتل الإحساس الأكثر شر في الداخل، مثل طواف الحب على الكرة. والحب والكرة ليس لهم معنى في الحقيقة، فهم واحد. الحب هو كرة أقل كرة، والكرة هو حب أقل حب. أضرب لكم مثل مادي: النور هو ظلام أقل ظلام، والظلام هو نور أقل نور. والظلام الكلي هو عبارة على العدم الكلي أو الفوضى الكلية، والنور هو عدم أقل عدم وأقل فوضى. والوجود المادي هو عدم أقل عدم وأقل فوضى. وهنا مهمة الرب الأول هو إظهار الأفضل الذي هو النور على الظلام، وتغلب النور على الظلام، وتغلب الوجود على العدم، وتغلب النظام على الفوضى. ومهمة العارف أو البراهما أو الكاهن هو نفس الشيء، سواء على أساس إنه ممثل الرب الكلي على الأرض أو في الوجود أو في العالم المادي، أو هو عبارة على تجلي للرب الكلي كفكرة كلية مجردة في عالم المادة، ما يسمى بالاتحاد الكلي أو الظهور الكلي، حيث إن هذه الفكرة الأصلية التي هي الرب الكلي الذي نظم الفوضى والذي أخرج النور من الظلام، هو في الحقيقة مجرد، ولكن ظهر من خلال المادة الموجودة، وظهر في أجل ظهوره من خلال ما يسمى الإنسان العارف اللي تعرفوه في الفكر العرفاني أو الفكر الصوفي، كما يقول الحلاج: أنا الله والله أنا. يعني هذا هو ملخص الفكر البراهمي. البراهما هما عبارة على أشخاص يريدون أن يظهرون الحقيقة الذي عرفوها والذي حسوها لعامة الناس. في الحقيقة العارف أو البراهما واعي بالإحساس الموجود فيه، وهو موجود في كل إنسان، ولكن أغلبية عامة الناس غير واعين بهذا الإحساس الذي يعتبر اللب. فالعارف هو يتكلم كإنسان يحس ما يحسه الآخرين، ولكن الفرق إن العارف واعي بهذا الإحساس، ويمكن أن يوجه هذا الإحساس إلى الطريق الصحيح، ويريد الطرف الآخر الغير واعي أن يعي هو بدوره بذا الإحساس، فهو لا يقدم لهم شيئا جديد لا يعلمونه، وإنما يعرفهم بشيء موجود في داخلهم، ويريد أن يعلمهم كيف يتحكموا فيه وكيف يختاروا الأفضل. مثلا على ذلك الحب، ليس هناك إنسان لم يعرف الحب، ولكن العارف أو البراهما أو المرشد يريد أن يلفت الانتباه لهذا الشخص الغير واعي بهذا الحب، لكي يجعله يعي به ويعرف كيف يتعامل معه. فهذه مهمة العارف أو البراهما، هو إن الإنسان يكون واعي باللب اللي موجود فيه، اللي هو الإحساس الذي هو يسميه الرب. فكرة مهمة جدا، معناته هي فيها خلاف كبير يعني بين الفلاسفة أو المفكرين في مسألة العقيدة، هي مسألة نقطة جدا مهمة، هي هذه الأحاسيس اللي احنا عندنا، سوى الحب والكره، الخير والشر، وكل هذه معناتها اللي تتعلق بالأحاسيس متاعنا، معناتها علاش نبكي، علاش نضحك، علاش نتصرف بالطريقة هذه. هذه الأحاسيس هل هي مرتبطة وصادرة عن المادة وعن طريق ما يسمى تفاعلات كيميائية، أم هي مستقلة كليا على المادة وإنما ظهرت من خلال المادة؟ طبعا الفكر الفيدي أو المعتقدات تؤمن باستقلال
كلي للشعور أو ما يسمى بالإحساس عن المادة، وإن الأصل هو الإحساس، وما المادة في الحقيقة ما هي إلا إطار لهذا الإحساس. أضرب لكم مثل بسيط قبل أن أختم هذا الفيديو. تصور أنت معناتها بيضة، ناخذ بيضة لأن مثل البيضة مثل جدا مهم جدا. ناخذ بيضة، يعني في الأصل هذه البيضة كانت بدون معناتها اللي في داخل البيضة ما كانش له غلاف، ما كانش له معناتها شكل بيضة، فكان احنا عندما نشد نفقص او نكسر مثلا 10 بيضات معناتها في 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 صحن او في اي شيء اخر، ما تفرقش من بين بيضة وبيضة، ما تعرفش هذه بيضة شكون وهذه بيضة شكون وهذه البيضة شكون وهذه البيضة شكون. علاش؟ على خاطر هنا البيضات ليس لهم إطار معناتها يحدد وجودهم المادي. هكذا هم يرون العدم الأول أو الفوضى الأولى، إن ما يسمى الأحاسيس كانت متداخلة مع بعضها، فعندما وجدت القشرة متاع البيضة جعلت هذه البيضة تختلف عن هذه البيضة، وتصرفات كل بيضة خلت تفهم الآخر. إذن هو عبارة على إحساس أراد أن يظهر أو أن يعرف، أن يعرف من من؟ من طرف نفسه هو بذاته. إذن كل هذا الوجود هو عبارة على تمثيل لشيء فوضوي عدمي كان مجهول لا يعرف، فظهرت البيضة الأولى الذي هي البيضة الكبرى في هذا العدم وانقسمت إلى قسمين وأظهرت ما يسمى الخير والشر، وظهرت ما يسمى بالفقاعات التي تتمثل على شكل مادة، على شكل نبات، على شكل إنسان، على شكل حيوان، ثم التخصص أكثر وأكثر معناتها، ونلقاه مثلا في البشر، هناك بشر أكثر وعي لمعرفة هذه الحقيقة. طبعا أنا لا أقول أن كل هذه الأفكار هي حقيقة، وإنما هي معناتها منبع اللاشعور الإنساني الموجود اليوم في كل إنسان. لهذا تجد كثير جدا من الناس لا يستطيعون أن يتخلصون من الأديان. هناك فما بعض الأشخاص يستطيعون أن يتجردوا على الدين الموروث، ولكن يبقوا ديما مرتبطين بفكرة الرب الكلي أو ما يسمى بالقوة الكلية أو ما يسمى في الصوفية بوحدة الوجود. حتى ما يسموا معناتها أنفسهم ملحدين يؤمنون بما يسمى بتناسق الكوني الموجود، وأن هذا الكون يعود إلى انفجار عظيم وقع في فترة معينة أدت إلى ظهور هذا الكون. يعني يمكن التفسيرات والاختلافات الموجودة لو ندرس المعتقد الإنساني والعلم الحديث وكل ما توصل إليه العلم، نلقاو إن العبارات والمصطلحات تتغير، بينما الشعور الإنساني هو نفسه. واحد يقول لك مثلا الذي خلق الكون هو الله، واحد يقول لك براهما، واحد يقول لك كريشنا، الآخر يقول لك كل واحد باش يسميه. حتى الملحد يقول لك معناتها ان الكون وجد من الطبيعة، هو تطور طبيعي، تطور طبيعي، يعني وتتكلم لك يقول لك طبيعة، يعني هي كلمة الله غير تبدلت من كلمة الله الى كلمة الطبيعة. إذن اصل الفكرة، اصل الفكرة على ان هناك انطلاقة لوجود العالم المادي، هذا ما يختلفش عليها لا ملحد ولا مؤمن بدين معين أو بعقيدة معينة. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ هذا ما نجموش نعرفوه معناتها إلى الآن. هي معتقدات تخلينا احنا عنا خصوصية كبشر مختلفين على بقية الموجودات. لهذا أنا مثلا أعتبر نفسي كما أقول دائما أني مؤمن بالإلحاد، وعندما أقول مؤمن بالإلحاد لأن العلم والوعي الإنساني مازال موصلش
المرحلة لكي يحسم وفهم سر وجودنا في الكون. وكما تقول الغنوصية، ليس مهم الفكرة صحيحة أم خاطئة، المهم إن هذه الفكرة أو هذا المعتقد اللي أنت تؤمن به هل سوف يقدمك للأمام. يعني الخطر ليس في صحة الفكرة أو في صحة الإيمان أنك تؤمن بالتنين أو تؤمن بالبطيخ أو تؤمن برب أو براهما أو أي اسم آخر أو الطبيعة أو أن تكون ملحد. المهم والأهم، هل إن إيمانك يعطيك طاقة لكي تفعل الخير في حياتك بالنسبة لنفسك في الدرجة الأولى والأساسية وبالنسبة لكل ما هو حولك؟ والآن في الوقت الحاضر كل الأديان بصفة عامة وخاصة الدين الإسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، هذه الديانات السماوية التي تم مع الأسف استغلالها سياسيا بل تكوينها غير تكوين طبيعي، وهذا سوف نتكلم عليه في الفيديوهات القادمة، هي تعمل على تدمير الإنسان وتمنعه من التقدم ومن التحرر ومن أن يكون رب هذا الكون ورب هذا الوجود، أو كما تقول المعتقدات أن يكون ممثل أو خليفة الله في الكون. لا يهم أن الله موجود ولا مش موجود، هل الإحساس أو ما يسمى بالشعور مرتبط بالمادة وصادر عن المادة أم هو مستقل عن المادة؟ أعطينا المهم، هل احنا سعداء في حياتنا كشعوب كأفراد؟ هل نحن قاعد نتقدم نحو الأمام؟ هل نحن نترك للأجيال القادمة عالم أفضل من العالم اللي احنا موجودين فيه؟ لأن كل شيء والثابت الوحيد في الكون واللي نلاحظه في كل شيء واللي يتفق عليه الجميع مثل اتفاقنا على أن الشمس هي تبث النور والحرارة، هو أن يجب أن نتقدم نحو الأمام، هو لازم أن نقدم للأجيال القادمة عالم ما أفضل، عالم أقل حروب، عالم أقل حقد، عالم أقل ظلم، عالم أقل تعدي، عالم يكون أفضل. لا ندعي أننا سوف نصل للكمال، ولكن الإنسان رغم أنه معناتها هناك من يسعى من أجل هذا، لو ننظر إلى الإنسان يعني في 10,000 أو في 100,000 سنة أو في المليون سنة اللي مرت، احنا أفضل بكثير، أفضل 1,000 مرة بما كان عليه الإنسان عندما كان في عالم الحيوان. إذن هوني وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، هو الديانة البرهمية. وطبعا ما ناش باش نتكلموا على الديانة الهندوسية لأن يمكن أن تلقوا عليها كل المعلومات في الأنترنت وفي الكتب، وهي كما قلت هي دين خاص بالهند وينقسم على حسب طبقات معينة. بينما اللي همنا هوني هذوما البراهما اللي خلقوا الفيدية وخلقوا الهندوسية وخلقوا الأديان وانطلقوا نحو الشرق الأوسط وانطلقوا حول أوروبا وانطلقوا حول إفريقيا وانطلقوا حول شرق الأقصى وانطلقوا حتى إلى ما يسمى بأمريكا وكونوا أديان عديدة. والذي يهمنا هو الآن هو الديانة الزردشتية التي ظهرت في إيران والتي هي أم الديانات السماوية، وهذا ما سوف نتكلم عليه في الفيديو القادم. وشكرا على المتابعة، وشكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، وشكرا للجميع، وبالسلامة.